باش تكون واحد الصورة واضحة عند المتتبعين والمستمعين الكرام، خليني نبدأ ببعض الأرقام على المستوى العالمي على أهمية الفوسفات. يقدر معدل الإنتاج العالمي للفوسفات قريبا بما يقارب 240 مليون طن من الاحتياط ومن كمية الإنتاج. وفي هذه الكمية الاحتياط القابل للاستخراج اقتصاديا في جميع أنحاء العالم يقدر ب 69 مليار طن. وفي هذا الكم المغرب عنده 70% من الاحتياطي العالمي، مما يجعله من المجمع الوطني للفوسفات لديه أكبر احتياطي عالمي من هذا المادة الحيوية، ويعتبر كذلك أول منتج أفريقيا والثاني عالميا بعد الصين. ولذلك تشكل حصة المغرب من السوق الدولية 31% من هذه المادة. هذه الأرقام كتبين بطبيعة الحال الأهمية ديال الفوسفات والأهمية ديال المجمع الشريف للفوسفات. باش نجاوب على السؤال ديالك، فعلا المناخ العام هو اللي جعل أن الإنتاج ارتفع وأن الثمن ارتفع، وكذلك الأهمية ديال الفوسفات والمشتقات ديالو. ربما المعطى الأول هو الخروج من الجائحة، والمعطى الثاني هو الحرب الدائرة في أوكرانيا، ربما المعطى الثالث هو القيود التي وضعتها الصين على صادراتها، لأن الصين تعتبر كذلك أول منتج في العالم تنافس المغرب في ذلك. هذه العوامل كلها جعلت بأن الطلب فاق العرض.